بإذن الله. طيب أول ما البعثة هتصل إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 8 بتوقيت الدوحة، لكن هتكون التاسعة بتوقيت الأهلي بقى بإذن الله. هتنظموا إزاي الاستقبال والترتيب لغاية ما الفرقة توصل، وفي ظل وجود إجراءات احترازية عارف إن هيبقى في أمور معينة بيتم التنسيق لها إن شاء الله؟ بالظبط، هو زي ما حضرتك قلت يا محمد، هو إن شاء الله الفريق هيوصل يوم الجمعة الساعة 8 إن شاء الله، على بال ما يطلع من المطار هتكون بقت الساعة 9 بتوقيت الأهلي. طبعا احنا في ظل الاجراءات الاحترازيه كان في صعوبه بالغه لموضوع التنسيق لعمل استقبال جماهيري والكلام ده كله، لكن بالتعاون مع اللجنه المنظمه واللجنه الامنيه بصراحه سهلوا لنا الموضوع ده، والحمد لله. انا بقولها لك دلوقتي كمفاجاه وكحاجه حصريه لقناه النادي الاهلي، انه خدنا وحصلنا على الموافقه لاستقبال بعثه النادي الاهلي في المطار، بالاضافه لتحقيق استقبال تاريخي لم يحدث لاي نادي على مستوى العالم من قبل. ان شاء الله بامر الله رب العالمين هيكون في نقاط استقبال للنادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي من المطار وحتى وصول الفندق. والفكره عندنا كمان يا محمد مش هتبقى بس مجرد ان انت بتستقبل فريق جاي على بلد عشان يلعب بطوله، الفكره كلها ان حاله الاستقبال هتستمر مع النادي طول ما هو موجود في الدوحه حتى نهايه البطوله ان شاء الله بامر الله. فكره الاستقبال، فكره نقاط التشجيع، طبعا احنا عارفين انه الفريق ستطبق عليه الفقاعة الطبية زي ما مصر بتطبقها دلوقتي في كأس العالم لليد، فنفس الموضوع هيطبق على النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي وكل الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. ففي ضوء التدابير الاحترازية اللي تم التنسيق بيها بيننا وبين اللجنة المنظمة وكل الجهات المعنية هنا في دولة قطر، هننظم الاستقبال ابتداء من المطار وحتى الوصول للفندق بشكل إن شاء الله بأمر الله يليق بالنادي الأهلي ويليق باللجنة المنظمة، يليق بمصر ويليق بجمهور الأهلي الكبير في دولة قطر إن شاء الله.